منيح لقيتك هون. ريا مو صاير لشي، هي منيحة كتير وما في شي صاير عليها. لقيناها. أنا آسف لأني بهدلتك وبكيتك، ما كان لازم أعمل هيك. خلص أستاذ انسى، ما في داعي تعتذر. أنا سمعت وفهمت كلامك وحاسة هلأ شو كنت عم بتحس بوقتها. إذا بتريدي خليني أحكي، أنا كنت قاسي كتير معك بوقتها، لهيك بتمنى تكوني عن جد مستوعبة شو كان صاير فيني. ما كنت قادرة مفكر صح من بعد ما سمعت شو صار مع ريا وإني فقدتها. صدقت الحكي اللي قالوا العالم إنه أنت اللي دفشتيها، بس أنت طلع معك حق، كل الحكي اللي قلتيه كان مزبوط، وحكي عن أمك غلط لأنه ما في منها. عرفت تربيكي كتير صح بعكسي، أنا اللي طلعت فاشل مو أمك الفاشلة. ما قدرت ربي بنتي منيح لتطلع مثلك. يا ريت لو بنتي بتتعلم شوي من أمك يا براتشي. لا أستاذ، إذا بتريد لا تقول هيك، عن جد أنت أب بتجنن. شو نسيت شو قلت لك؟ أنت أحسن أب بالعالم. انسى. عن إذنك. سامحتك، بس انتي ما رح تستفيدي من اي شيء اذا ما تعلمتي من غلطك وتراجعتي عنه. غير هيك كل شيء حكيناه ما له طعمه. خلص بكفي حاجه تبكي وخلي هالشغله ببالك. البنات ما نهم بحاجه لامهم تكون جنبهم مشان يطلعوا شخص منيح بهالحياه. البنت على طول بتطلع بتشبه ام ريا. اذا بتعملي اي شيء غلط العالم رح تحكي على امك. وقبل ما تعملي شيء لازم تتذكري انه امك عم تشوفك شو عم تعملي، لهيك فكري منيح. ممكن تزعل منك. ما بعرف وين امي، بس بتمنى لو اني متعرفه عليكي من قبل وقتها كنتي رح تضربيني حتى اتعلم صح. انا بتضايق كتير وقت بابا يضربني كف، بس ما تضايقت منك. اذا شي مره غلطت تضربيني وصلحي لي غلطي. اذا بتريدي ضلي تضربيني اذا غلطت، معلش تضميني بقوه هلا. إذا بتريدي ضميني أنا متضايقة. لك ريا، يلي راح راح انسيه وكملي حياتك. الحياة قدامك. كيف بدي انسى عمي؟ قصدي أنا بعرف إنه اللي عملته كان غلط كبير وما كان لازم أعمل هيك أبداً. عم حاول إني كل الوقت أشغل حالي بس ما عم بقدر وقف تفكير. أنا بعرف إنه بابا أكيد هلأ بيكون معصب مني كتير. أنا ما بحب أبداً هيك يصير معي. نزل التردد الجديد لزي ألوان 11277. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6.